السلام عليكم طلاب، راح نكمل شرح موضوع المصفوفات. بالدرس السابق تعرفنا على المصفوفات وعرفنا شنو هي المصفوفات، وقلنا انه اني من اجي اقول الاي باعتبار دا اقصد الموقع، لكن من اقول اي اوف الاي باعتبار دا جاي اقصد القيمة الموجودة بهذا الموقع. واتفقنا ان المصفوفات دائما تبدي من الصفر، اوكي؟ زين. واخذنا بعض البرامج وقلنا مثلا اذا يقول لك اريد تطبع لي او تجمع لي القيم الموجودة بالمواقع الفردية او الزوجية، المواقع الفردية اذا يقول لك او يقول لك الزوجية، بهيج حالة انت راح تشيك الاي، اذا الاي مالتك مود الاثنين يكافئ الصفر اذا هذا الموقع مالتك زوجي. لكن اذا قال لك اريد تجمع لي القيم الزوجية، بهيج حالة لا، راح تشيك الـ A of الـ I. اوكي؟ زين. اليوم ايضا راح ناخذ بعض البرامج على المصفوفات. اش انكلود ايو ستريم بهذا الشكل. راح اجي هنا اقول يوزنج نيم سبيس std والانت مين مالتي احنا بهذا الشكل، وقبلها احنا اش انكلود ايضا راح نستعمل دالة الراندوم، و اش انكلود السي تايم، واحنا تايم اوف ازيو. راح اجي هنا اعرض مصفوفه انت الاي اوف السبعه لنفرض، اوكي؟ زين. وعندي فور هنا انت الاي يساوي صفر، الاي اصغر من السبعه. اتفقنا دائما اني من اتعامل من اسوي لوب مالت المصفوفات دائما يكون الاي اصغر من حجم المصفوفه مالتي، اوكي؟ هنا راح تكون الاي بلس بلس. ودائما اتعلم انه اخلي اقواس لللوب مالتي على مود افصلها عن الشغل اللي جواها. هنا راح اقول اي اوف الاي شو راح يساوي لي؟ راح يساوي لي راند اوف خلنا نقول مود 20، اوكي؟ فاجي هنا اسوي عملية طباعة، انت الاي يساوي صفر، الاي اصغر من سبعة، والاي بلس بلس، واقول سي اوت الاي اوف الاي. طبعا اسم المصفوفة انت مخير تكتبه، لكن انا متعود على يعني بالشرح مالتي على اسم الاي، اوكي؟ نفذ ونشوف. راح يطبع عندي 5 16 1 15 و1 ايضا. طبعا قلنا دالة الراندوم تنطي قيم عشوائية كل مرة انفذ بها، اوكي؟ مثل ما نشوف. زين. هنا انا اريد اوجد اكبر وأصغر رقم بهاي المصفوفة. خلينا نجي أول شي نوجد أكبر رقم بهاي المصفوفة، الماكس خلينا نسميه. نفرض أنت عندك هاي المصفوفة بهذا الشكل، حجمها شقد؟ حجمها 7. 1 2 3 4 5 6 7 المواقع مالتها 0 1 2 3 4 5 6 من الصفر الستة هي 7 مواقع، اوكي؟ هنا مثلا خلينا نقول 10، هنا خلينا نقول 5، هنا خلينا نقول 12، وهنا انا عندي خلينا نقول 11، هنا 9، وهنا 15، وهنا خلينا نقول 6 او مو 6 خلينا نقول 7، اوكي؟ هاي القيم مالتي. دائما تتعلم شغله ثابته بمواضيع استخراج اكبر عنصر واصغر عنصر بالمصفوفه، دائما اول عنصر اعتبره هو شنو؟
كقيمة ابتدائية أعتبره هو أكبر عنصر أو أصغر عنصر على حسب السؤال. بهذا السؤال هسه حاليا إنه أنا بدي أختبر أشوف أكبر عنصر بهاي المصفوفة، فدائما أجيب متغير اسمه ماكس أو أي اسم أنت كيف تختاره، بس بالبداية لازم أنطيه قيمة ابتدائية اللي هو أول موقع، فراح أقول له الماكس يساوي لي الـ A of 0. أوكي، دائما أفترض إنه أول موقع هو يحتوي على أكبر قيمة، تمام؟ وبعد ذلك راح أجي أقول هل إنه الماكس القيمة مالت الماكس هي أصغر من الخمسة أو أصغر من هالموقع؟ راح يقول لي هنا لا، إذا نكمل مشي. زين، طبعا القيمة هنا مالت الماكس ايش صارت قيمتها؟ قيمتها 10 اللي هي أول موقع أول قيمة أخذتها، فهنا 10. فهنا حيجي هل إنه الماكس اللي هي قيمتها 10 أصغر من 12؟ راح يقول لي نعم. ها، ما طول قال لي اصغر، اذا شو تسوي؟ خلي الماكس تاخذ لي القيمه هذه اللي هي اي اوف الاي باعتبار، فالماكس راح تتغير قيمتها من 10 الى 12. بعد ذلك راح يكمل، راح يجي يقول هل انه الماكس هي قيمتها 12 اصغر من 11؟ راح يقول له لا، يكمل. هل انه الماكس هي قيمتها 12 اصغر من 9؟ راح يقول له لا، يكمل. هل انه الماكس هي قيمتها 12 اصغر من 15؟ راح يقول له نعم. اذا خلي الماكس تاخذ لي هاي القيمه، فراح تصير الماكس مكان ال 12 راح تصير 15. يكمل، هل انه ال 15 هي اصغر من 7؟ راح يقول له لا، بما انه وصل لنهايه المصفوفه ولقى ال 15 هي اكبر شيء، فراح يطبع ال 15. خلينا ننفذ هذا الشغل مالتنا. راح يجي هنا اكو عندي فد فور، هاي قلنا البروسيس المعالجه، انت الاي يساوي 0، الاي اصغر من 7 والاي بلس بلس. بالوقت الحالي يعني ما احتاج طباعة الصراحة، بس ممكن احتاجها بعدين، فما راح احذفها لكن راح اوقفها بهذا الشكل. اوكي، هنا راح اجي اعرف متغير انت الماكس شو يساوي. مثل ما اتفقنا دائما انطيه بالبداية اول موقع اللي هو اي اوف 0، القيمة مالت اول موقع دائما، فهسه صارت القيمة مالته ياخذ قيمة اول موقع. اوكي، جيت القيمة أنا ما أعرف، على حسب القيمة اللي راح ينطيها إياه رندم العفو. أوكي، فهنا راح أجي أقول F، إذا الماكس مالتي أصغر من A of الآي، فبيش حالة شو تسوي؟ خلي الماكس تساوي لنا الـ A of الآي. أوكي، يعني راح يبدي الماكس يفتر عن مصفوفة عنصر عنصر، هنا هاي كلها عبارة عن آي. مثلا خلينا نقول افتغ الاي وقف هنا الاي، فراح يجي يقول هل انه العشرة هي اصغر، مثلا خلينا نقول اذا قيمتها 10 هو، او خلينا نقول يوقف هنا اوكي الاي اللي هي قيمتها 12، هل انه 12 اصغر من 15؟ راح يقول له نعم. اذا خلي الاي اوف الاي، ايش قد الاي مالتي؟ الاي مالتي 5، القيمة اللي بهذا الموقع اللي هو الموقع السادس انطيها وين؟ انطيها للماكس. اوكي، وهكذا. فهسه اذا اجي وما اخلص اقول سي اوت الماكس از فد رساله معينه وراح يطبع الماكس وهذا الشكل. نفذ، شوف، بس خلي شنو نسوي طباعه على المصفوفه نحتاجها الصراحه على مود نعرف شنو العناصر اللي عندي. اوكي، راح اسوي فد هنا اند لاين سي اوت او هنا اند لاين وادمجها. اوكي، وانفذ واشوف. مثل ما اشوف انا عندي هاي العناصر، فاكبر قيمه بها هي شنو؟ هي 17، فطلع عندي 17. نفذ مره ثانيه، مثل ما تشوفون انه داله الراندوم وفرت لي هواي الشغل، بدل ما اقول ادخل كل شويه كل تنفيذ ادخل 7 قيم، لا، مجرد انا ما اضغط على التنفيذ هو راح شنو تظهر عندي القيم ويشوف اكبر قيمه ويخليها هنا أنا بالماكس. اوكي، زين، اذا اختلف عندي الشغل وقال لا انا اريد اصغر قيمه، نفس هذا الشغل مالتك كل شيء ما تغير به، الشغله الوحيده اللي راح تغيرها به هو شنو؟ هو هاي فقط، مكان الاصغر سويها اكبر. نفذ ونشوف. شوف، طبعا الثلاثه هي اصغر قيمه. نفذ مره ثانيه،
هنا انا عندي الواحد هي اصغر قيمة، فطبع الواحد هو اصغر قيمة. نفس الشغل مالتي كل شيء ما سويت بيه، مجرد شنو؟ مجرد انه اني خليت هنا مكان الاصغر سويته اكبر، انه اذا لقى قيمة اكبر من الماكس، اذا الماكس اكبر من القيمة اللي لقاها فشنو بدل لي اياها. يعني اللي صار هنا في حال ردت اوجد اصغر قيمة راح يجي الماكس قيمتها اول شيء 10، راح يجي هنا يقول هل انه الماكس هي اكبر من 5؟ راح يقول له نعم، اذا خلي الماكس تاخذ هاي القيمة باعتبارها اصغر. يجي بعد هل انه 5 اصغر من 12؟ راح يقول له لا، 5 اصغر من 11؟ لا، الخمسة اصغر خلينا نقول اذا كانت هاي 4 مثلا، هل الخمسة اصغر من 4؟ راح يقول له نعم، اذا خلي الماكس تاخذ هاي القيمة اللي هي 4، ويكمل الى ان يطلع اصغر قيمة. اوكي زين، هنا هذا الشغل في حال كان عندي شغل عادي. زين، اذا اردت اسوي ادمج بين الاري وبين الفاكشن، شو راح يكون الشغل؟ الشغل راح يكون يعني نفس اي برنامج عادي، ما بي اي مشاكل. ايضا انا ممكن استخدم المصفوفات كبراميتر، ما بي اي مشكلة. لنفرض انه انا عندي مصفوفة واريد اسوي لها ادخال وطباعة فقط بشكل مبدئي، ادخال وطباعة فقط، والادخال والطباعة تكون عن طريق شنو؟ عن طريق فاكشن. فهنا انا راح اجي شو راح اقول؟ اقول void انت. زين، ليش void انت؟ ليش ما اختاريت انت او float او غيره؟ لا، هنا اختار بروسيجر، انها مجرد انا فقط راح اسوي ادخال القيم، ما عندي اي اجراء ثاني. يعني ما راح الفاكشن هذه ما راح ترجع لي اي قيمه ولا راح تطبع لي اي قيمه. اوكي، فهنا راح اسوي void input اسميها بهذا الشكل، تستقبل مصفوفه اسمها arr of 7، لازم تنطيها نفس الحجم. اوكي، وهنا راح يصير عندي for int الـ i يساوي 0، الـ i اصغر من 7 والـ i بلس بلس. وتقدر هنا ايضا تسوي لها ادخال عن طريق الـ random او ادخال cn، هذا الشيء يرجع لك. اوكي، وراح اسوي فانكشن اخرى تسوي عمليه طباعه، ايضا راح تكون من نوع بروسيجر void. ليش؟ لان انا هنا الفانكشن او عفوا المصفوفه هي تطبع اكثر من قيمه، لا، بينما الميثود العاديه ترجع لي قيمه واحده فقط، وهذا الشيء ما يخدمني. فراح اسميها output بهذا الشكل، وايضا تستقبل arr of 7، راح تجي تسوي لها شنو؟ تسوي لها عمليه طباعه بهذا الشكل. اوكي، هسه صار عندي هذا الشغل. هسه انا راح احذف هذه، ما احتاجها بعد، واحذف الادخال ايضا، من الادخال حذفته. اوكي، هاي الطباعه، بس مثل ما تشوفون انا حذفت الطباعه وحذفت الادخال، مجرد انه انا بعد ما اعرف المصفوفه بهذا الشكل، اللي راح اسويه انه راح اجي هنا اقول onBot بهذا الشكل وادزلها الاي. اوكي، بعد ذلك اقول onBot او اقول output output وادزلها للاي ايضا بهذا الشكل. اوكي، انبوت صحيحه هنا والاوتبوت صحيحه. اوكي، ما عندي مشكله، نفذ. شوف عندي مشكله انه الاي ار، عفوا مو اي، هنا عندي اي ار ار لازم نفس اسم الباراميتر. اوكي، نفذ هنا نفس الشيء، اي ار ار لازم نفذ. اوكي، هسه شوف انا مجرد سويت له ادخال وطباعه، وبعد ذلك راح اجي اسوي عليه هذا الاجراء، نفذ. شوف طبع لي الماكس، وانا اقدر اقسم الشغل مالتي ايضا الى فاكشنات اثنين. يعني شلون؟ يعني اسوي فاكشن يطلع لي اكبر قيمه، فاكشن اخرى يطلع لي اصغر قيمه الى اخره. لكن بوقت الحالي مجرد انا سويت الادخال والطباعه على شكل فاكشنات، نفس اللي اخذناه بالفاكشن، ايضا انه اني اسوي الباراميتر مالتي يستقبل شنو؟ يستقبل فقط المصفوفه مالتي اللي اقدر اسوي لها ادخال، و هاي الفاكشن الثانيه اللي هي الطباعه يستقبل ايضا فقط الفاكشن المصفوفه مالتي كباراميتر، وبعدين ذلك يطبعها. اوكي؟
وباقي الشغل هنا مالت الماكس سويناه. ايضا هنا اقدر اسوي اقول void، خلينا نقول void max اسميها مثلا، ايضا تستقبل فقط مصفوفة ARO of 7. اوكي تستقبل فقط مصفوفة. وهنا راح اجي اقول هذا الشغل نفسه اجيبه نفسه بالضبط، بس راح اشيله ويا طبعا الطباعة مالته بهذا الشكل. سوري واخليها هنا داخل الفكش، كل شيء ما غير نفس الشغل، بس هنا الافضل اسويها اي على مود يكون نفس الاسم مالت المصفوفة، او اخليها ار هنا واغيرها بالشغل مالتي نفس الشيء. اوكي بس مثل ما تلاحظون مجرد راح اقول الماكس اوف، طبعا هنا قيمة واحدة، بما انه هي قيمة واحدة فقط راح يرجع لي، فاقدر اخليها من نوع انت بهذا الشكل، لكن هنا احتاج انه اسوي لها عملية طباعة باستدعاء، اعتبار حقول لي اطبع لي الماكس للاي بهذا الشكل. هنا طبعا حيسوي لي استرجاع هنا ريتيرن، ليش ريتيرن صارت؟ يعني هنا انا عندي انت ميثود صارت، فالميثود ترجع لي شنو؟ بس هنا شنو اخلي قبلها؟ سلاش ان بهذا الشكل على مود تفصل لي اياها عن الطباعه مالت المصفوفه. اوكي؟ فقلت له اطبع لي الماكس. اوكي؟ مثل ما تشوفون شغل المين هنا صار عباره عن ثلاث فاكشنات، فاكشن ادخال، فاكشن طباعة، و الفاكشن الأخرى تشيك لي الماكس. نفذ ونشوف نفس الشغل ما راح يختلف عندنا شيء، بس هنا نحتاج نخلي رسالة أن نقول الماكس از بهذا الشكل، فهنا راح يطبع لي طبعا هنا مو الماكس، هنا اللي يطبع لي شو اسمه المن، فهنا الماكس أكبر قيمة هي 18. اقدر اسوي نفس الفاكشن نفس الشغل انسخه هنا، بس شنو اغير الاسم الى من بهذا الشكل، واغير هذا الاصغر الى اكبر، وبهيج حاله راح يرجع لي اصغر قيمه، فاقدر انسخ هاي ايضا بهذا الشكل، راح اقول هنا أنا شو راح اقول له المن، وهنا أنا ايضا راح تكون المن او المينيمم يعني اصغر قيمه. انفذ واشوف مثل ما نلاحظ هنا هاي القيم اللي عندي مال مصفوفه، فقال اكبر قيمه هي 18 واصغر قيمه هي الصفر. الشغل كان جدا بسيط، انا مجرد كل اللي كتبته بالمين نفسه مجرد بس نسخ ولصق سويته بداخل فاكشنات. شغل الفاكشنات جدا بسيط، مثل ما نلاحظ ان كل الفاكشنات تستقبل باراميتر واحد اللي هو عباره عن اسم المصفوفه فقط. اوكي عبارة عن اسم المصفوفة من نوع انت. اوكي زين لحد هنا احنا وضحنا شنو يعني مصفوفات وطريقة التعامل وياها، اما اللي بقى هي مجموعة من الافكار احنا راح نطبقها على المصفوفات. لنفرض انه اجاك سؤال يقول انه ابحث عن قيمة معينة، إذا لقيتها بداخل هاي المصفوفة قم باستبدالها. إذا لقيت هاي القيمة قم باستبدالها. زين. خطوات هاي البرنامج شلون راح تحلها؟ خطوات هاي البرنامج هي كالآتي. أولاً البحث عن القيمة داخل المصفوفة. أول فقرة تشوفها هل إنه القيمة موجودة أو لا. ماشي؟ الخطوة الثانية إذا لقيتها تسوي إدخال أو تجيب القيمة، خلينا نقول نأتي بالقيمة المراد استبدالها. استبدال أو قبل أن نأتي القيمة خلينا نقول
إذا القيمة موجودة داخل مصفوفة نحدد موقعها. أوكي، حدد الموقع، هاي القيمة وين بالضبط في مصفوفة. والشغلة الثالثة راح نسوي استبدال، نستبدلها. ثلاث خطوات، من تقدم شيء على شيء شغلك يصير مخربط، لازم تمشي عليها بس يعني وحدة وحدة مثل ما هي مرتبة. أول شيء تبحث عن قيمة موجودة ولا لا، إذا موجودة حدد الموقع مالتها، وبعد ذلك تسوي لها استبدال. أوكي زين، كشيء عملي شلون تحدد الموقع مالتها؟ هاي مصفوفة مالتك بهذا الشكل، ماشي؟ 0 1 2 3 4 5، مصفوفة حجمها 6، نفرض بيها 2 4 6 8 10 12، نفرض ان القيمة اللي انت تبي تستبدلها هي 6، فانت راح تجي تبحث عن هاي القيمة. لقيت 6 هنا لازم تحدد الموقع مالته، الموقع مالته جيت الرقم مالته، رقم مالته 2، هاي الاثنين تخزنها وين؟ بمتغير معين، هاي الاثنين هي الاي، ماشي؟ فانت راح تخزن هاي القيمة متغيرة مثلا نسميه ام، فراح تكون الام تساوي لي اي، بهيج حالة انت حددت الموقع مالتها. اوكي، فانت افضل شغلك يكون على شكل فاكشن. اوكي، فانت الفاكشن الماكس والمين امسحها، بقي فقط الانبوت والاوتبوت، لان انا احتاجها بكل الشغل مالتي. فراح اجي هنا اسوي فاكشن من نوع void اسميها search، بحث، ماشي؟ تستقبل انت ال a of 7. زين، هنا راح اجي اقول for انت ال i يساوي 0، ال i اصغر من 7، وال i بلس بلس. دائما شغل الفاكشنات يكون ارتب بهواي من الشغل من اكتبه كله بالمين، هنا شوي الشغل يكون ارتب. فانا هسه راح اسوي فاكشن اسمها سيرش، تبحث لي عن الرقم اللي انا اريد، هنا أنا اقول انت نمبر، تبحث لي عن الرقم اللي اريد استبدله هل انه موجود ام لا. فهنا شو راح اجي اقول؟ اف، هنا اجي اعرف المتغير، هنا أنا انت امت، خلينا نسميه او نعرفه من نوع بول، بول تشيك. طبعا ليش عرفته من نوع بول؟ ونطيب البدايه فولس قيمه. ليش عرفته من نوع بول؟ لان المتغيرات من نوع بول او بولين يا اما ترجع لي ترو يا اما ترجع لي فولس، فاذا لقى رقم راح يرجع لي ترو يعني موجود، واذا ما لقى راح يرجع لي فولس. اوكي، فهنا ايش راح اقول له؟ راح اقول له اذا النمبر اللي انا جاي ابحث عليه يكافئ لي الاي اوف الاي، يعني لقيته بداخل المصفوفة، وش تسوي؟ خلي التشيك مالتي يساوينا ترو او ترو بهذا الشكل. بس اذا لقى يسوي ترو، اذا ما لقى راح يبقى فولس. و هنا طبعا يكون نوعه انت، او عفوا يكون نوعه بول ايضا. فهنا راح يكون عندي ريتيرن تشيك بهذا الشكل. اوكي، ليش الفاكشن مالتي صار النوع مالتها بول؟ على مود ترجع لي يا اما ترو يا اما فولس. اوكي، او خلينا نسمي الفاكشن مالتنا، او خليها سيرش ماكو مشكله، خليها، انا اريد اسميها is found افضل، يعني موجود ام لا. is found يعني باعتبار يسأل هل انه الرقم هذا موجود ام لا بداخل المصفوفة. اوكي،
فهنا راح يجي عندي متغير اسمه شنو تشيك من نوع ايضا بول. راح يجي هنا يقول يدخل داخل الفور يشوف اذا رقم لقى موجود راح يغير التشيك الى ترو، بغير هاي الحالة راح يبقى التشيك مالتي فولس ويسوي له استرجاع. يعني راح يجي هنا مثلا عندي نمبر يساوي لي 6، راح يجي يقول هاي الستة تكافئ 2 لا، الستة تكافئ 4 لا، الستة تكافئ 6 راح يقول نعم، هنا التشيك راح يصير عندي ترو. ليش؟ لان النمبر 6 وعندي هذا الموقع هنا أنا ايضا 6. اوكي، فهنا راح اسوي ادخال وطباعة. بعد ذلك شو راح اقول؟ راح اقول اف اذا خلنا نقول اذا ال is found ال a والستة بهذا الشكل مثل ما شرحنا سابقا. من اكتب المصفوفة مالتي بهذا الشكل باعتبار جاي اقول اذا رجعت لي شنو؟ اذا رجعت لي ترو، ومن اخليه قبلها علامة تعجب هذا الشكل باعتبار جاي اقول اذا المصفوفة الفاكشن مالتي رجعت لي فولس وتمام، فهنا باعتبار جاي اقول اذا المصفوفة رجعت لي ترو يعني الرقم مالتي موجود، بهيش حالة ايش راح يصير عندي؟ بهيش حالة اني راح اجيب فاكشن اخرى تحدد لي الموقع، تحدد لي الموقع. فراح اجي هنا اني اسوي فاكشن اخرى اقول انت هنا راح اصير سيرش يبحث لي عن شنو؟ عن الموقع سيرش اندكس. راح اجي اقول انت الاي اوف السبعة بهذا الشكل وياها ايضا النمبر اللي راح يكون انت نمبر. هنا انت خلينا نقول نسميه موقع شو نسميه بالله نسميه لوكيشن انت لوكيشن. اوكي نضيف قيمة ابتدائية صفر، راح اجي هنا فور انت الاي يساوي صفر اي اصغر من السبعة والاي بلس بلس. اوكي طبعا هاي البرنامج ممكن يكون شوية مطول بس مو صعب تمام، واحنا نرجع نشرحها ولا ما نكمل. فهنا راح يجي يقول اف اذا الاي اوف الاي يكافئ النمبر هنا عندي شنو اللوكيشن راح يساوي لي الاي انه ياخذ من يلقى القيمة اللي ادور عليها اني ياخذ قيمة الموقع مالتها، يعني ياخذ رقم الموقع مالته مو القيمة العفو ياخذ رقم الموقع ويخليه باللوكيشن، ومن يطلع راح يسوي لي ريتيرن اللوكيشن. اوكي ريتيرن اللوكيشن. فهنا ايش راح اقول له؟ راح اقول له انت او مو انت، هنا راح اجي اقول انت نمبر طبعا يساوي طي 6 وعندي هنا انت الاندكس الموقع ماشي هنا نعطي نمبر بهذا الشكل. يعني اذا لقى النمبر از فاوند لقى النمبر ايش راح يسوي؟ راح يقول الاندكس يساوي لي شنو؟ يساوي لي سيرش اوف سيرش اندكس اوف الاي والنمبر. اوكي وما راح يطلع عندي هنا شو راح يكون؟ راح يقول القيمه اللي اقدر استبدلها مثلا هنا انت الاكستشينج فاليو مثلا تساوي مثلا
100. اوكي، فمجرد راح اجي هنا اقول a of الاندكس يساوي انه هذا متغير، وبعد ذلك ايش راح اسوي؟ اسوي ايضا عمليه طباعه المدلل القيمه مالتي. فعلى مود اني اقدر احصل على رقم 6 من خلال راندوم، راح اخلي الى حد 8. اوكي، على مود يعني اقصى حد اقدر اخليه يطلع لي رقم 6. نفذ ونشوف. هو شوف هنا لقى رقم 6، بس لازم اخلي فد فاصله على مود تبين. اي هنا سي اوت اند لاين. شوف هاي الستة هنا بدلها بمية. اوكي، هذا الشيء شلون صار؟ وضح لنا. نرجع شوي على الشغل مالتي. انا شو اتفقت؟ اتفقت انه انا عندي اول شيء ابحث عن القيمة موجودة لو لا، اول خطوة بالسؤال. فاجيت سويت فاكشن سميته is found. هاي الفاكشن اذا موجودة حتقول لك نعم يعني صح موجود، اذا مو موجودة حتقول لك لا يعني false. فهاي الفاكشن صارت من نوع بوليان او بول، ليش؟ عم ترجع لي يا اما ترو يا اما فولس. اوكي، وجيت عرفت متغير هنا. هذا المتغير اول شيء، وطبعا هذا ايضا نوعه بول، واول شيء شنو قيمه مالته؟ فولس. اذا لقى رقم، اذا النمبر يكافئ الاي اوف الاي، اذا لقى شو راح يصير؟ راح يصير تشيك مالتي ترو، واذا ما لقى فراح يبقى تشيك مالتي فولس، وبالاخير راح تصير عندي عمليه شنو؟ استرجاع للتشيك، يسوي لي ريتيرن للتشيك. طبعا هنا البارامترات هي المصفوفه مالتي والرقم اللي انا ادور عليه داخل هاي المصفوفه. اوكي؟ زين، الخطوه الثانيه نحدد موقع الرقم، اذا كان هذا صح اشتغل موجود نحدد الموقع. اوكي؟ فهنا جيت سويت فد فاكشن نوع انت. ليش نوع انت؟ عم ترجع لي رقم الموقع، الرقم مو قيمه، لا رقم الموقع. اوكي، فسميته سيرش اندكس، تستقبل ايضا المصفوفه مالتي والرقم اللي ابحث عليه اني. راح اجيب متغير اسميه لوكيشن وانطيه قيمه ابتدائيه صفر، وراح ابحث على هاي القيمه. من يلقاها شو يسوي؟ ياخذ قيمه الاي او رقم الاي، العفو ياخذ رقم مالت الاي باعتبار هذا الاي هو الموقع اللي بي النمبر اللي انا ادور عليه، ويخزنه باللوكيشن، وبعد ذلك يسوي لي ريتيرن للوكيشن استرجع لي. هاي كشغل اولي. فهنا جيت انا شنو؟ عندي مصفوفه حجمها 7، سويت لها ادخال وطباعه على البدايه، بعدين هاي القيمه اللي انا ابحث عليها، يا اما ادخال مباشر بهذا الشكل او عن طريق السي ان، هذا الشيء يرجع لك. وهاي هنا انا عندي الانت الاكستشينج فاليو، القيمه اللي اريد اسوي لها استبدال. اوكي، بالقيمه مال النمبر. وعندي الاندكس، هذا متغير اللي راح ياخذ لي راجع من الفاكشن يتحدد لي الموقع. فهنا ايش راح اقول له؟ راح اجي اقول له اف اذا is found true، يعني لقيت الرقم، اتفقنا هذا الشيء احنا شارحيه قبل بالدروس السابقه مالت الفاكشن. اذا is found موجود يعني الرقم، شو راح تسوي؟ خلي الاندكس اللي هو هذا المتغير ياخذ لي الراجع من هاي الفاكشن اللي هي السيرش اندكس، اللي هي راح تبحث لي على رقم الموقع وترجع لي اياه متغير اسمه لوكيشن. فخلي الاندكس ياخذ لي الراجع من هاي الفاكشن وانطيها ادزلها شنو؟ ادزلها المصفوفه مالتي والرقم اللي ابحث عليه على مود تسوي؟ ترجع لي الموقع مالتها. بعد ذلك شو راح اجي اقول؟ اقول اي اوف الاندكس. هذا الاندكس شنو بي؟ ليش اعود اي اوف الاندكس؟ لان هذا الاندكس هنا صارت بي رقم الموقع، تخزن بي رقم الموقع. فلنفرض انه رقم الموقع مالتي هو 6 او 5 خلينا نقول. فهنا صارت بالاندكس 5، فمن اقول اي اوف الاندكس باعتبار جاي اقول اي اوف الخمسة يساوي لي هاي القيمة الجديدة. اوكي؟ لان اني كل موقع من مواقع المصفوفة
حالها حال اي متغير. متغيرات انا اقدر انطيها قيمه ببدايه، بعدين اقدر اغيرها، ماكو مشكله. اوكي، يعني هاي مصفوف مثلا، هاي مصفوف انطيتها قيم، بعدين عجبني مثلا اغير القيمه الموجوده بالموقع الثالث اللي هو اوف الاثنين، اغيرها وحدها عادي، ماكو مشكله. اوكي، فهنا انا مجرد ما جيت سويت شنو؟ اي اوف اندكس يساوي لي القيمه الجديده اللي هي اكس الاكسشينج فاليو، وراها طبعت المصفوفه مالتي. نفذ نشوف احنا الخمسه نمسحها، نفذ. شوف هنا عندي طلعت اول قيمه مفروض، ليش بدلها مكان الاثنين؟ ما يصير بدلها مكان الاثنين، اكو خطأ يمكن صار. نفذ ونشوف بعد. اي حسيت تمام، بس قبل شوية بدلها مكان الاثنين. شوف هنا بدلها مكان الواحد، ليش؟ اكو عندي خطأ بالبرنامج. اوكي زين، خلينا نتبع هذا الخطأ. ها زين، خليني افهمك شغله شنو الخطأ اللي صار. الخطأ اللي صار انه هو بحث بحث ما لقى، بلكي نفذ مرة ثانية يطلع نفس الخطأ. اوكي، اجى هنا دور على 6 ما لقاها، فانا هنا ما قايل له ايلس، لازم اقول له ايلس او اخلي هذا الشغل كله بداخل الاف. اوكي، لكن هنا هو اجى هنا از فاوند طلع فولس، ما لقى السته، اجى دور على السته ما لقاها. اوكي، فبقى معتمد على القيمه مالته اللي هو نطلع قيمه افتراضيه للاندكس هو صفر، نطلع قيمه افتراضيه. اوكي، فمن اجى هنا وما لقى باعتبار هذا كله ما اشتغل، ليش ما اشتغل؟ لان از فاوند طلعت فولس، فما نفذ بداخله، كل هذا ما اشتغل. اجى قبل هنا قال اي اوف الاندكس، يعني الاندكس ما عندها قيمه، فهو اوتوماتيك انطاها قيمه افتراضيه صفر، فصارت اي اوف الصفر تساوي لي الاكسشينج فاليو، فبدل لي اول موقع بهاي القيمه. لكن اذا اجيت اني وشيت هذا الشغل مالتي هذا كله وخليته بداخل الاقواس مالت الاف، شنو الشيء راح يصير؟ اللي راح يصير انه اذا ما لقى القيمه مستحيل راح يبدلها، وراح يطبع طباعه واحده فقط. نفذ ونشوف. شوف طبع طباعه واحده فقط، ليش؟ لان هذا الشغل كله ما نفذ اللي بداخل الاف، لان ما لقى الرقم اللي هو 2. نفذ بعد ونشوف. هنا لا، هسه لقى الستة هنا بالموقع الثالث اللي هو اي اوف 2، فسوالي شنو؟ سوالي لها استبدال. هسه اذا انفذ هنا، بس قبل لا انفذ اريد شو اسوي؟ اريد اطبع الاندكس على مود نتحقق من الموقع. اوكي، متى تطبع القيمة؟ وين القيمة؟ متى تطلع؟ هسه الاندكس وراها اند لاين، بس هنا خليفة رسالة الاندكس يساوي هذا الشكل، هنا ما يحتاج فراغ، بس مجرد راح اقول له انزل السطر. نشوف، نخلي قبلها سلاش ان، اي هسه تمام. شوف هسه هنا قال لك هي بالموقع الرابع اللي هو شنو؟ الموقع عفوا الموقع الخامس اللي هو اي اوف الاربعة اللي هو هذا من البداية، صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة، الموقع الخامس اللي هو اي اوف الاربعة، فمن بدلها هنا صارت مكانها صارت 100. اوكي زين زين، اذا هنا انا عندي رقمين ستة في المصفوفة، يا رقم معدهم راح يستبدل. يعني لنفرض انه اني هنا اني عندي ستة وهنا ايضا عندي ستة، فيا رقم راح يستبدل. خلينا نجي ننفذ ونشوف. اللي راح اسوي انه انا ما راح استدعي الانبوت، لا راح اسوي ادخال يدوي للمصفوفة بهذا الشكل، راح اقول 2 4 6 8 9 6 ست بعد قيمة واحد بهذا الشكل. زين، هل انه راح يستبدل هاي الستة لو هاي الستة؟ خلينا نفذ ونشوف. مثل ما نلاحظ استبدل
الستة الثانية والستة الأولى بقت مثل ما هي. أوكي ليش؟ أنا راح أقول لك ليش. لأن هو إجى هنا شيك فاوند أي نعم، قال له جيب لي الإندكس مالته. فإجى هنا تشيك الإندكس، إجى هنا شيك القيمة اللي لقاها، لقى الإندكس مالتها إيش قد؟ أول شيء 2. فإجى خله باللوكيشن مالته شنو خله؟ خله 2. أوكي زين. اجى افتر كمل كمل وصل الى حد هنا، لقى هنا ايضا اكو سته. اذا ما اعطوا لقى سته، اذا قال اخذ اللوكيشن مالتها، فهنا صارت اربعه. وراها افتر ما لقى، فبقت على اخر قيمه اخذها اللوكيشن اللي هي الاربعه، فرجع لي الاربعه. فما رجع لي الاربعه استبدل اللي هي القيمه مالتها اربعه اوكي او خمسه اللي هي اخر هي هنا. تمام زين. اخر شيء عندنا راح ناخذه اليوم هو استبدال قيمتين بالمصفوفه، استبدال قيمتين داخل المصفوفه. زين الخطوات مالتها الخطوات انه اني اول شيء البحث، يعني خلينا نقول السيرش، سيرش اوف نمبر، البحث عن القيم هل انه موجوده او لا. هاي اول خطوه. الخطوه الثانيه شنو؟ التحديد، نحدد شنو اللوكيشن مالتها، نحدد اللوكيشن مالتها. والخطوه الثالثه نسوي لها عمليه السواب اللي هي الاستبدال، يعني ما نستبدلها بغير قيم، لا سواب، يعني بدل قيمة مكان قيمة. يعني لنفرض انه انا جاي ابحث عن شنو، هنا خلينا نقول هذا الشكل، هنا 2 4 6 8 10 12. لنفرض انه انا جاي ابحث عن الاربعة وعن العشرة، هاي الأربعة والعشرة اللي أسوي بيناتهم عملية سواب. فراح أجي أبحث ثاني هنا 0 1 2 3 4 5. أوكي فراح أجي شو أسوي هنا؟ راح أجي أول شيء أشيك هل إنه رقم العشرة والأربعة موجودين لو لا. أول شيء أشيكهم، إذا موجودين أوكي حدد لي موقعهم، حدد لي الواحد وحدد لي الأربعة. أوكي بعد ذلك شنو؟ سوي لي عملية سوابينج بيناتهم، العشرة تجي تصير هنا العشرة والأربعة تروح تجي هنا. أوكي؟ فنجي نطبق هذا الشيء. أول شيء نبحث عن الرقم موجود أم لا. فأني هاي الفاكشنات نفسها راح أبقيها، ما راح أغير بيها، لكن راح أستخدمها بطريقة مختلفة شوية. إن هنا أني عندي نمبر راح اسمي num1 اللي هو 4 والnum2 اللي هو ايش قد يساوي لي 10. هنا 2 4 6 2 4 6 8 10 12 وهنا اخليها 1 ماكو مشكله. فاللي اقدر اسويه اني استبدل الاربعه بالعشره. فانا اول شيء راح ابحث شنو عن هاي الرقمين اللي هي نم 1 ونم 2. اوكي هاي ما احتاجها، فراح اجي شوي اغير هذا الشغل. شو راح اقول؟ راح اقول له اف هنا الاندكس، احتاج شوي اكثر من اندكس هنا، راح احتاج انت الاندكس، او خلينا نقول مكان اندكس اسمي ام واسمي ان بهذا الشكل ام وان. اوكي فشو راح اجي اشوف شو راح اقول؟ راح اقول اف از فاوند بهذا الشكل للاي والنم 1 اند، اخلي اند از فاوند للاي والنم 2. يعني اذا
الرقم الاول موجود والرقم الثاني موجود. هنا هسه راح ابحث شنو؟ ابحث عن المواقع مالتهم. فراح اجي اقول الام شو تساوي؟ تساوي لي سيرش، او نسخها شويه افضل، السيرش اوف اندكس للاي وللنم 1. بعدين راح اقول الام تساوي لنا شنو؟ السيرش للاي والنم 2. هسه انا خزنت بالام الموقع مالت النم 1، وخزنت بالان الموقع مال النم 2. هسه مجرد اجي اسوي سوابينج بيناتهم. اللي راح اجي اسوي راح اقول انت التمب، وتغير اسمي تمب بهذا الشكل. شو يساوي؟ يساوي لنا الاي اوف الام. بعد ذلك الاي اوف الام راح يساوي لي شنو؟ الاي اوف الان. بعد ذلك او العفو اي نعم اي اوف الان اي اوف الام تمام. بعد ذلك اي اوف الان راح يساوي لي التمب. اوكي، واجي هنا اسوي اوتبوت للمصفوفه مالتي بعد الاستبدال، واشوف اذا شغلي صحيح لو خطا نفذ. ما راح يطلع التنفيذ بصوره صحيحه، ليش؟ يعني لازم هنا اقول سي اوت اند لاين، انزل لي سطر، انا اسوي طباعه هنا. اوكي نفذ وشوف. زين، شوف هنا الاربعه وهنا العشره، ايش صار بالمصفوفه بالثانيه؟ صارت هنا العشره وهنا الاربعه. اللي صار انه انا اول شيء نفس الفاكشنات بقيتها، جيت اول شيء قلت له اذا الرقم الاول دزيته is found يعني ترو رجع لي، اند دزيت لك الرقم الثاني للمصفوفه وايضا ترو يعني ترو اند ترو، اذا ادخل الى البلوك مالت الاف. فراح يجي بالام يخزن شنو؟ يخزن الموقع مالت النم 1، يدز للمصفوفه والنم 1، وش راح يسوي هذا؟ راح يرجع لي الموقع مالتها ويخزنه بالام. وايضا بالنم 2 ايضا اخزنه متغير اسمه ان هنا، فراح يخزن لي شنو؟ يخزن لي الموقع مالت النم 2 بالمصفوفه. فراح اجي هنا عمليه سوابينج طبيعيه، التم شو يساوي؟ اي اوف الام اللي هو الموقع مالت الرقم الاول اللي هو الاربعه، ماشي؟ بعد ذلك ما بس هاي شويه صعدها هنا زين. بعد ذلك الاي اوف الام اللي هو مالت النم 1 يساوي اي اوف الان اللي هو مال النم 2، وتستمر عمليه السوابينج. اوكي شوف هنا الاربعه هنا العشره سوا بيناتها استبدال. لحد هنا ينتهي درسنا هذا اليوم.